اخر ربع ساعه اللي هو طب ما تيجي نظبطها، اللي هو تحس ان الراجل عارف الصح فين بس انا مش هعمل الصح، انا عارف ايه اللي هيكسبني بس انا مش هعمله. حسبي الله ونعم الوكيل. الدوري بيخلص بدري بدري، الافريقي لعب 4 ماتشات عنده 6 نقاط، الترجي لعب 3 ماتشات عنده 12 نقطه. اعتقد كده النتيجه بتاع النهارده وقعت الترجي، وقعت الافريقي، وقعت تطوال او تتوال، وقعت استاد، وقعت الملعب التونسي، وقعت الصفاقسي، كله بيلعب لصالح الترجي ولصالح كمان فريق الاتحاد المانشستري. اعتقد بكره الاتحاد المانشستري لازم يكون عارف ان هو فرصه الانفراد بالمركز الثاني هي بكره، ولكن الترجي فرصه ان هو يخلص كل حاجه اعتقد ان هي تبقى من بكره. تقول لي بس بدري قوي الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، هو بدري وانا عارف انه بدري، بس بالمستويات الفنيه اللي موجوده عليها الانديه دي هي خلصت من دلوقتي، خلصت من دلوقتي. انا معذره